صباح الخير يا دكتور. معلش عطلك ثواني. ياسمين تعالي. معلش اقعدي ماشي. دي صاحبتي اصلا. يلا يا بنات بقى خشوا. يلا 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 يلا. مي وجيجي اقعدوا هناك. انجي وساره تعالوا هنا جنب ياسمين او جوه وانا هجي لكم. عبير وميمي ورا. اقعدي هنا بقى عشان تبيضي المحاضره. انت ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ انت شيلتك ما فيهاش راجل خالص. وانا مش عاجبك يا دكتور ولا ايه؟ مش مهم. انا المصيبه انك عاجبهم هما. انا مستعد اقدم استقالتي للمجلس الاعلى للجامعه مقابل اني افهم هما عاجبهم فيك ايه. بقولك يا دكتور، لو ناوي تستظرف وتعمل نمره قدام المحاضره انا ممكن اخد البنات وانسحب فورا واسيبها لك ناشفه. لا يا اخويا على ايه؟ خليها طريه، خليها طري. اتفضل اقعد. طب اسمعوا يا بهوات، مشروع السنه دي لا هيبقى محسوبيه ولا صحوبيه ولا حتى بالحروف الابجديه. مشروع السنه دي هيبقى بتواريخ الميلاد. يعني مثلا يا سمير انت مواليد شهر كام؟ انا 29 فبراير. هتبقى في مجموعتك كل مواليد فبراير. اللي مواليد فبراير يقف. ايه ده؟ هندسه كلها فبراير؟ طب اللي مش 29 فبراير يقعد. هي دي مجموعتك يا سمير. يعني غير ان انا يمكن اعمل المشروع مع مجموعه اولاد بس، ما قصدتش ان اعمله مع الحمار ابن الحمار ده. ما هو حمار فعلا انه يخلف بخل زيك. يلا يا كلب السقه يا كومبارس. لا تجيب سيره السقه تبهك هنا يا شايف. بقول لك لا، مامي تعالي لي الكليه دلوقتي حالا. غلطت انا؟ مامي سيفوت غفوت. ايوه عشان انا قلت لك من الاول ادفع الدكتور فاصيل عشان يردحني زي ما بتدفع كل الدكاتره. يعني ايه مش عايز ياخد فلوس؟ ايه؟ ما اعرفش ده هم اخواتي بيبو بشير دول ولا مش عارف اسمهم ايه بيتخانقوا. انتوا بقى اللي عاملين بلطجيه ومستصيعين لنفسكم. لا يا ده هو يا فوق لنفسكم. ده انتوا خش وقش وكرانيش ولا ليكوا لازمه. عليا الطلاقه افوت فيكم الثلاثه ولا يهمني. طبعا انتوا شفتوا دكتور بصير المحترم لكن ما شفتوش دكتور بصير العرباقي اللي كان بينام على الرصيف. كنت بقول رصيف التاخر عشان انام جنبك. ده وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو كنت بناي من بابا من المغرب. ها سمير منير الخطير، شهير منير الخطير، بهير منير الخطير. قلتولي بقى ان انتوا مولودين في نفس اليوم يعني توأم. بسم الله ما شاء الله. صدقوا ان انتوا شكل بعض تماما. فوله وانقسمت ثلاث انصاص. ثلاث انصاص ايه؟ يا دكتور احنا فعلا اخوات بس مش توأم. مش اخوات وفي نفس اليوم؟ ما هي دي يا ابني اللي بيسموها توأم. ايوه صح، على فكره الراجل ده عنده حق. اخرس. ايوه يا دكتور احنا توأم. بص يا دكتور انسى ان احنا الثلاثه يبقوا مع بعض في مشروع واحد. انسى؟ طب انا احكي لكم بقى قصه كفاحي. المشروع ده انا ابتديت فيه يجي اكتر من 30 سنة ولسه مخلصه امبارح. ده ليه؟ عشان المشروع ده هيدخلني العالمية. يا دكتور مش هتقعد تحكي لنا قصة حياتك. حياتي؟ طب اسمع يا حياتي انت وهو. المشروع هيتعمل وانا اللي هشرف عليه بنفسي. ايه ده؟ دكتور بصير هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في فإن الوقت تي يثبت وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقاً كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار صور وانت ساكت. احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعه عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطه الدراع الف اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالميه باختراع جهاز البيانولا. استنى بس. تولد الطاقه الكهرومغناطيسيه عن طريق القرص الاحمر الموجود في الجزء الامامي من الجهاز
اللي هو غالبا ده. طيب معلش بقى يا سمير، افتح اخر صفحه في الملزمه شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا. لا احنا هنجرب القرص ده الاول، ما عملش حاجه نقرا بقيه الملزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يا سمير؟ قفلها يا سمير. انا مش عارف. ايه ده الجهاز راح فين؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر، انا هروح اغسل وشي. مصيبة يا جماعة. ايه؟ دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ ان شاء الله استر رجع موضة. ايه يا جدعان، ده الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير، تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحلة في الجامعة وانا معرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني، انت بتصدق؟ ده اكيد نصاب. بص، جنيه ونص شامله الافطار، الاقامه، الانتقال، الكافر. ده لو قصد يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا. في فيروز حبيتك بالصيف، فيروز نسم علينا الهوى. هوى ايه؟ مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في ايه عندك يتشرب؟ سبيتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله، وعلى رهان. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن، ايدكوا بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك، انت مجنون ولا ايه؟ قوم يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فاكر اول ما عايز فاكر. هات بقى يا شريف. يا شهير اخلص خالص، ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا سمير، اكيد تشتغلنا يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شهير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبر. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان شامم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن أن يسافر عبر كل الحواجز الزمنية معتمداً على الشحنة الكهرومغناطيسية الموجودة بداخل شحن الجهاز. عارف ده معناه إيه؟ ولا لا؟ شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثة بنحلم سوا؟ قوله. أفارة رام نموريا. تعال تعال اديني المصري اليوم. نعم اديني أي حاجة، أنت هتصاحبني.
هو ده جورنال النهارده؟ ايوه يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم، هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق بس يا جدعان بس. فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربية دي حضرات مليانة انبهارات ومفاجآت. أول انبهار الفتيس ده فيه أربع سرعات. أول تاني تالت رابع مرشديه. بسم الله ما شاء الله، رائعة ومبهرة فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول حضرات مش زينة. أنت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط أبيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط أبيض. الخطين دول بيحددوا لك الطريق. أنا انبهرت. أنا بهير نفسي انبهرت. أولاً أنا بكلم إخواتي طبعاً. العربية دي يا جماعة أول مرة ينزل فيها ولاعة جوه التابلو. بص حد هيسألني من حضراتكم بقى، افرض أنا ما بدخنش؟ أنا فعلاً كنت لسه هسألك نفس السؤال. وأنا تلميذ أنا بحس بزبون. نفترض في يوم من الأيام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربية وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعاً. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الاخيره دي بقى. عندك العربيه يا ريس. احنا خلاص خدنا العربيه، ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك براحتك. خد راحتك اذنك. حط ولاعه مكانها والنبي الله. جبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجاه بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على الملايه اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه الملايه هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو انا هجرب. ها براحتك. خد يلا. يا جماعه ما كانش ليها اي لازمه يعني نصرف بقيه ال 20 جنيه كلها على الهدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا، ويوم ما هنتزنقها هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جزء اغبياء، انتوا الاثنين جزء اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمنكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟ بهير يا حبيبي احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت تمس سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا نطلع لابونا هو اللي يحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيقك ويقبلك في السبعينات؟ انت مجنون يا شهير. استنوا استنوا استنوا، افتكرت حاجه مهمه جدا. ايه؟ التاريخ اللي شفناه في الجورنال ده هو نفس التاريخ اللي مامي كسبت فيها وانا مجاردن سيتي.